واش العشران واش لافامي، السلام عليكم، كديرين بخير؟ اموركم مزيان ان شاء الله، تكونوا كاملين الدراري بخير عليكم. فيديو جديد كيف ديما، عارف راسي الدراري طولت عليكم شحال ما حطيت لكم شي فيديو، رشيت من ايام دابايا وما عارفين الدراري الظروف والخدمه واللعيبات، هادشي اللي كيخليني الاخوان ما نحطش لكم شي فيديو في كل يومين او في كل 3 ايام. الفيديو ديال اليوم الدراري غادي نمشيو ناخذوا اخر ثانيه كنا حطينا لكم، غنخلي لكم الدراري الفيديو باش تفرجوا فيه. نمشينا قادينا الاخوان ديال الدراري ود قنيطره، غادي نتيستيو هو دابا سالا الروداج، مسكين جا عندنا الدراري من قنيطره باش نتيستيو ليه الموتور ونشوفو كيفاش داير. الصراحه كنشكرو من هذا الفيديو اخي رياض، شكرا بزاف ليك. غنمشيو نتيستيو الاخوان، نشوفو الموتور المميزات ديالو والعيوب ديالو واي حاجه كتعلق بذاك الموتور، واش ينصح الواحد ياخذو ولا ما ياخذوش. فما تنساوش الدراري اللي كنتو اول مره كتفرجوا الفيديو ديالي، خليو واحد لايك واحد الكومونتير، اي تساؤل ولا اي مشكل خلي لكم الدراري ليان ديال انستغرام في اول التعليق. العشره اللي غيشوفوا الكونتور عندي طافي، اللي متبعني في انستغرام راه عارفين شنو وقع ليا الموتور، كنت خدام بها الدراري ول البارح وكنت تقريبا بعيد شويه على سله، وهاد البولات ديال الجنب داروا ليا سيركوي الموتور وطفى، ما بقاش بغا يديماري ليا، حمقني على واحد الخيط ديال الكونتاكت هويا لقيتهم مقطعين، ما فهمتش انا هذوك الخيوطه كيفاش وقع فيهم، ما كانش راكبين مزيان. المهم الدراري راه ريقلت هادو، ولكن راه ما حيتهمش حيت الموتور كيف ما قلت لكم اخر شهر يبقى عندي هو هذا، يعني فهاد الشهر نقدر نبيعو بما خرجت لي الملكيه. داكشي علاش الاخوان باش نبيعو دابا، ما بغيتش نبيع بوكاله، باغي نبيع بالملكيه باش نتهنى نتفادى المشاكل. بالنسبه للدراري اللي مركبين هاد اللعيبات هادو الجناب، اللي راكبين فيهم هاد اللعيبات الجناب، اخوان حاولوا تحيدوهم وديروا دوك البروتيجات اللي كيكاليو هنا، يعني وديت الفران ولا وديت اللوفي ديال الفران، ولا شوفوا انتم واش بغيت ديروا، ولا مرايات ممكن ما يدار هنايا، او ديروا بوانيات كيتسدوا. من الاحسن انكم تحيدوهم، راه يخليوكم الدراري اون بان. والله كيف ما كان دار ليا الاخوان، وانا عاود ركبتهم حيت ما في اللي يبقى يحيد وركب، انا نبغي نبيع الدراري، هادشي علاش انايا ركبتهم. وصوبتني الخيط الخيوطه ديال الكونتاك، حيد ليا الفيشاش ونسير ليا الفيش ديال الكونتور، داكشي علاش الدراري راك الصراحه غنحيدو دابا نركبو. هي دابا تعطلت شويه على الدري، داكشي علاش انا اخوان غادي عند يا الدراري. الطرون طروار باقا عندي، المهم في الايام ديالها الاخيره. بالنسبه لهاد اللعيبات الدراري، والله من الاحسن انكم تحيدوهم، راه كيديروا مشاكل، راه يديروا لكم مشاكل ويخليوكم اون بان. انا راه وقعت ليا، والدراري اللي متبعيني في انستغرام راه شافوا الاخوان شنو طرا ليا في هادي في هاد الشيء هذا. الدراري من الاحسن انكم تحيدوهم ما تخليوهمش. او التليفون وي رياض، فين البلاصه جالس نتايا؟ الو الو رياض، كتسمعني؟ دابا كان داك ماشي راك بالي ترات ويلي، راه هو الهيه وانا قاعد تنقلب عليه في ديك الجهه. انا عطاو الدراري الموتور ديالنا، فين السي؟ عاوتاني قول لي، ما كنتش عارفك تتصور. ها انا يا شيري بخير، امورك مزيان؟ هو هذاك توقع انا خليتك تتسناني، مشيت زدرت ليسونس اخي، الموتور كان يسكت ليا. تجي لا ماشي مشكل، فين ما كنتي نتايا غادي نمشي. جاي معاك ورقاتك مريقل كلشي، اما راه كاينين هنايا نيت وما كاينين هنا مبلبلين ياك، ماشي وقفوك ما والو. هادوك ديال السلا جديدة، هادوك تيفيريفيو كلشي. الدراري غيمشي الدري يدير ليسونس، ومن تما غادي نتيستيو هاد الموطور نشوفو كي داير. أنا دابا راه في مدينة سلا، الناس اللي ما تيعرفوش المدينة راه مدينة سلا الإخوان. أنا الدراري جينا نديرو ليسونس، ها موطور الدراري شكي كيتكرفص كرفص ديال بصح، ما غسلتو ما حتى شي حاجه، خليته هكاك موسخ. راه سلام بزاف ديال الموطور تيخرج عليه، مره نغسلو صافي ولا ضرب ليها مسيحه. ولكن دابا هذا راه خاصو الغسيل، هذا الشيء ترى تكرفص. يجب عليك ان تشترك معي في قناتي كي يصلك كل جديد. تقولوا العربيه ما عندناش. الدري فينا هو بعاد عليه، باش نبقى شويه
اما اصحاب الحال هذا ديال المخالفات هذا. الدراري جبل لكم بقاو ندوزو المطر نتيستيهم نشوفوهم كي دايرين، واش يصلح الواحد يشريهم ولا ما يشريهمش. الا عجبتكم هاد القضيه الدراري خليوها ليا في لي كومونتير، نبقى نحط ستوري في انستغرام. والدراري اللي عنده شي موطور ولد مدينتي هنا ولا ولد الرباط نبقى ندوزو مع الدراري عندنا في القناه ديالنا، باش حتى اللي باغي شي واحد يشري يعرف داك الموطور كيفاش داير. حنا كنقولوا اللي كاين، انا راه ما كنتخلصوا لا من عند شاري شي شركه لا حتى شي حاجه، راه كنا كنقولوا في لو 33 من سينا عرفنا كيفاش دايره، احنا راه نحيدوها ما نخليهاش عندي اصلا، ما تستاهلش والله ما تستاهل الثمن ديالها. حنا وصلنا الدراري سوق الصالحين، يلا صاحبي يلا دي بينا هي المره اللي صايقه. واخا الدراري صغار تيلعبو نمشيوها بشويه علينا، حيت البلاصه اللي بغات نوصل ليها خاويه ما لقوش فيها بنادم بزاف. الريستورات على الشارع البلاصه الدراري اللي بغات نروحو، الدنيا عامره ما يهمش ما يهمش. ها الدنيا تكون عامره اليوم الحد، الدراري كتجيب واحد الدوفو هنايا اللي فوليد تيجي من هنايا فوليد عندك هنايا في هاد الجوايه كاينه اللي فيها في بركان ديال الصنديسه الاخوان، يعني باش تعرف شنو كاين. الماكينه ديال الصانيه راه معروفه الدراري بلا محتاج نقول لكم، تيجي فيها سيلان هاد الدري داير لها الاخوان الصنديس سيلان وكيراس ديال الصنديس. بالنسبه للاخوان الجوان راه شوايه كيجي فيها داير فيها الدري هنايا البلاطو، نشوفوا واش من بلاطو بان لي بلاطو ديال 49 راه ثقيله يا صاحبي تبارك الله. البلاطو اللي داير ليها نشوفو، انا راه تيكون بعض المرات مكتوب، انا نشوف لكم البلاطو هذا باين لي بان لي 49 هذا. المهم هذا البلاطو ماشي ديال 38 الاخوان ولا 36، هذا راه بلاطو كبير الدراري مع بينيو ديال 15 تيجيو فيها موتيسور عاديين تقريبا جوان شوية، يعني فحال تقريبا اي موتور شينوا. كاين فيه المالا نشوفو كيفاش تحل، المالا وقرب كونتاك نشوفو المالا من هنايا كتحل هكا، راه محلوله ديجا مالا اللي بغات تخشي فيها داك اللعيبات ديالك وكذا. موتور كيهز 4 يترو وشي حاجه كاملاش 5 يترو، المهم مالا كتخشي فيها الدوزه ماشي شي حاجه زعمايا، جات في الجنب هنايا كرينات كاشماناس فحال اي موتور الدراري. بونيات هنايا نديماريه ونشوفو لي كوموند ديال الاخوان، بحال اي موتور هنايا فاركود كلاكسون ستارتر سينيال، هادي ديال الامبان هادي من شعل الضو، وهنا الديماراج الموتور ديالها ضرب 1322 ضرب والو تقريبا، ضرب هادي باقي في الروداج، هذا باقي في الروداج الموتور. كاين الدري سالاه لي هنايا بارت باجاج، كاين هنا فين تحط التليفون ديالك الدراري. هادشي اللي كاين في هاد الصانيال يعني معروفة، نحتاج الإخوان نشكرها لكم، تجي هنا هادي اللخرة كتجي لهنا الإخوان بواحد الكاش ديال الصانية الضو فوليد لتحت، واحد الكرينات هما تيكونو هنايا في الجنب فوليد الدراري. الموتور باقي بالميكا ديالو اللهم بارك للدري، الطيارة ديالها الجلسة يعني كلشي الإخوان باين في هاد الموتور هذا. دابا راه غنسييه وغادي نمشي دي ماريال صافي دي ماري هاديك نضربو وعد، تتحس بالجلسة الدراري ملي تريح ملي كتجلس فوق الموتور ولا في البوا ديالو تتحس بالموتور شوية ثقيل، راه ثقيل على ديالي شوية دابا ليا. المهم كاين البوا الإخوان في الموتور تنظر للسوسي بي واحد السرعة معينة راه مغاديش يلعب بك الموتور. الديماراج راه ضروري الإخوان متشد الفران عاد ديماري، راه ميمكنش ديماري بلا فران. المهم الإخوان بسم الله توكلنا على الله، الدراري بالنسبة للجلسة الإخوان الجلسة والله حتى مريحة، كنت قلت لكم الإخوان بالنسبة للجلسة الجلسة ديالها راه مريحة حتى لأقصى درجة، يعني ما غاديش تحس بالعيال كنتي واقيلا إلا كنتي غاضرب الطريق طويلة
موتور الاخوان مانيابل تحس به الموتور ثقيل راه ماشي خفيف ولا شي حاجه يبقى يلعب بك. الجلسه كيف ما قلت لكم مريحه. المهم انا عجبتني الاخوان الجلسه بالنسبه لهاد الصانيه الاكس ميل الدراري. الثمن ديالها راه يمكن داير 12000 درهم. الاير والاكس دايره 12500 دراري، وهادشي كيختلف على اي مدينه. يعني بالنسبه لطنجه راه تلقاها دايره ب 13000 درهم و 300 كل ثمن كل مدينه وشحال دايره. بالنسبه للفريناج الدراري فريناج تقريبا بحال بان لي احسن من اللي عندي انايا. كاين واحد لافونتاج ان ملي كتفراني كتشد العبار ديالك ماشي كتقيسو شي بغا يزلقك الموتور كيجاتك طرون طروة. لا علاقه بالكاسكو. لا لا هز الكاسكو قول ليا مال طرون طروة. لا علاقه بالكاسكو. لا علاقه بالجلسه. فخيا باش نعرفوا شحال شنو كاين. اش تقول انت تقول للدراري كتجي دابا انت جالس على هذيك كيف ما بدك المريحه هذه مريحه ناضي كتحس براسك جالس. يلا سمعتوا الدراري ماشي انا اللي قلت هذا الشيء. هذايا الدري اللي قال دابا هو مولف الصانيه وعجباته الصانيه على ديالي. ديالي انا راه فيها هذيك الموضه بحال الغوا بحال السونطروا. هادشي ما تنعيبش الاخوان الموتور ولكن تنعيب هاد المهم شي حوايج ما عجبونيش في موتوري داكشي علاش الاخوان تنقول بحال هكا. بالنسبه للدراري مانيابيليتي ديال الموتور راه مانيابل حتى لاقصى درجه. يعني كتحس براسك راك جالس وراكب. يعني راكب راه تنشوف يعني القدام يعني راه كنحس براسك عالي ماشي كتحس براسك يعني جالس ومشكرف الجلسه مشكرفه. فهمتوني الدراري. المهم الجلسه كتبان عاليه بالنسبه للدراري اللي ياخذوا هاد الصانيه. الدراري والله حتى موتور ما تندمش عليه موتور الله مبارك. اصلا هاد الموتور ما يحتاجش مني انني نشكره هو راه داوي على راسه الصراحه. فهمتوني الدراري. بالنسبه للفريناج باش نشوف الدراري واش فين هو هنا. بالنسبه للفريناج وانا نفرن خفت لي صدق قايصني كتحس بالفران ديال الموتور تتجاوب معاك. يعني ما كتحسش خصك تعرف كيفاش تفران. هذا هو القد هذا هو هذا هو اللوراني وهذا القدامي وقال والله ما بلاتي. هذا اللوراني اللي عندي هنايا هذا اللوراني وهذا القدامي. دراري كتكسري الموتور تتجاوب معاك بلاتي. سطروا زيام كانت تحت لنا 60 مخيره كاع ما كاينش الاخوان فينا بلاصه غادي نجريو. يعني اللي غادي تيست الموتور في الجره ديالو كيفاش داير راكم عارفين هي مدينه. المهم في الطلاعه واللعيبات راه ما غاديش يحشمك حنا نتيستيو في الطلعه. موتور الاخوان عامر الله مبارك وتا الصوت ما مسموعش ما تسمعش الصوت ديالو. الكاشمانات راه تيغطيو على البرد مزيان وعلى الدرجه اللي ما يمكنش. يعني يدك كامله ما كتحسش بالبرد الا زدتي دخلتيها بحال هكا. قريناش فيها الدراري بارتبيز الدري خلاها كيف ما هي. يعني ما غير فيها حتى شي حاجه غير انه قاد دوك اللعيبات باش الموتور يولي شويه تي طلع في طلاعي. غنشوفو فريناج الدراري والله ما بارك راه موتور الدراري والله حتى تيقول تيقول تيقول. انا بعد هذا الموتور عشقني نقول لكم ما درهاش باش ناخذ هذا الموتور اللي ما خلاني زعما ناخذ ونخدم به في الفريز. هذا الموتور فيه كورسان طويل انا يبقى يعذبني ما بغي ندير ليسانس والبوكسات تكون راكبه عاد خصك هي تربطها مزيان باش ما طيحش وتعاود عاوتاني تحل. صراحه هذا هو السبب اللي خلاني انني ما ناخذهاش. وموتور شويه داير الثمن وما زعما ما يصلحش للتكرفيس. هذا ما هو الاخوان سفر جبال اضرب بها دير الاوفرود ضربوا بها راه كاينين الناس رتقبوا بها الارض. هذه والله الا رتقبوا بها الارض عرضا فطولا حتى سميتو الفيتاس ملي كتبغي ترجعو كتحس بالموتور كتحس بفيتاس خفيف. هيا واحد الطليعه دونك دو بلاص هذا راه غادي يطلع مخير كاع. هاد راه طروازيام الاخوه راه فيها تحف فيها ما تحط 60 65 في طروازيام ديال. ويلي فرانات راه اللهم بارك اصاحبي موتور ولا انا قلتي موتور والله حتى جات تقول موتور. صراحة الاخوان راه ماشي فونز ديال الصانية وماشي فونز ديال طونطرو وما فونز ديال اي ديال حتى شي موتور باش تكونوا عارفين. فونز ديال الموتور اللي غيصبر معايا للخدمة ماشي للدوران. فهمتوني الدري باش ما تقولوش تشكر هادي وانت يا حكام خلصينك هادو باش تشكر هادي وتطيح من هادي.
وبالنسبه للاخوان كيف ما قلت لكم الثمن ديال هذا الموتور راه كيختلف من مدينه لوحده اخرى، يعني الثمن راه ماشي ستابل. ولاحظت واحد القضيه ان الا جمعتي رجلك في حركه راه البرد ديال الموتور ما تبقاش يضرب فيك في الجنب، يعني ما تبقاش يضرب فيك في الجنب، وعاد خصك تعاون جايه بسميتو خصك تعاون بالاخر بالباش، ضروري الباش على الدراري باش البرد. واكثريه ان هذه المرايه طويله، عرفتي راه البرد تحس بيه تضرب لك فوق راسك. والله الا عجبتني الاخوان هاد الصانيه تبارك الله، موتور عندهم يقول يعني هادشي راه باين مكيلاش نقولوا لكم الدراري. حتى الماكينه ديالها راه الماكينه الاخوان فيبرو كان فيها بياله ديال سونديس، والدري داير لها داكشي مزيان، يعني موتور زوين. ورا دابا راه التيست ديالي والتيست ديالو، وتا الاخر غنسولوه شكون اللي حسن. ها هي وحده اخرى اللي كسب هذا الموتور، والله تعالى العشاقه اللي كاسبين هذا الموتور. مع تحياتي للناس ديال 33 وديال سي 50، هذا علام ديالو بوحدو 33 ديال الاخوان. واخا انا كتعجبني سي 50 في الخدمه، ولكن هذا علام بوحدو جاني مريح. دابا انا الدراري كنضور به، والله يا الاخوان حتى الجلسه فيه مريحه، ما تحش بالعيا. وانا متاكد هاد الموتور هذا اللي خدا ما غيحش بالعيا بالنسبه للجلسه، حيت انا عندي اهم حاجه هنا في الموتور هي الجلسه تكون مريحه، حيت الا طولتي فيه وعيتي راه بطبيعه الحال غادي توقف ما غتستمتعش. الموتور خصو يكون مريح حتى لاقصى درجه، المهم انت كترتاح فيه وصافي. ماشي بحال ديالي انا راه هابط الكرسي انا صاحب، تجلس فيها 4 السوايع تعذبني في الجلسه انا. هادشي ما غيعرفوش الدراري اللي كيضربوا بموتور في الدرب، غيعرفوا اللي كيخدموا عليه. هادشي اللي تنقول انا الدراري. بالنسبه للبياس والكاريناج ديالها راه تنظن كاين، راه ما غاديش تلقاو فيها الاخوان مشكل، حيت الموتور من شحال هو داخل، يعني ماشي عاد دخل، اي باش تكونوا عارفين. تكسيري الموتور تتحس بيه تيتجاوب معاك، هو راه ثقيل الاخوان. احسن حاجه يكون الموتور ثقيل ما يكونش خفيف بزاف، حيت الموتور ملي كيكون ثقيل تيكون ثابت في السرعات العاليه، ماشي تسمعوا شي سرعات الاخوان اللي عاليه، وانما السرعه اللي كتكون. حيت هذا الموتور في غالب الاحوال كتفوت 60 تيولي تفوت 80 تيولي الموتور كامل يلعب، ولكن بان لي هذا الموتور الاخوان فيه البوا شويه ثقيل. وتا من ناحيه الاخوان اللي كنتي اول مره تاخذ موتور، شوف الموتور اللي ما يكونش مشبوه بزاف، وما يكونش الموتور اللي واخدينه الناس بزاف. ما عندك ما دير بداك الموتور، عن تجربه تنهضر معكم الاخوان، عن تجربه تنهضر معكم من قلبي الخالص الخالص. والله الاخوان الموتور اللي كاسبينو بزاف ما عندك ما دير به، كاين اختيارات بزاف. بحال دابا انايا الصانيه انايا كون ما كانش الاخوان على حساب الخدمه، والله يا الاخوان تناخذ الصانيه، والله تناخذها ما نترددش. انا على حساب الخدمه عندي هذه فيها كورسان طويل وموتور ماشي ديال تكرفيس، لا ليفرزو كتبغي موتور اللي يكون رخيص ما يكونش غالي. اما بالنسبه للسفر والعشران الدور كتبان حتى اللي ركب بنادم في الموتور تحس براسو راه راكب. انا دابا والله الاخوان وربي شاد عليا ملي جلست في هذا الموتور تنحس براسي بلي راني راكب في موتور تستاهل تحط عليه الثمن ديالو. واخا كاينين شي مدن زايدين شويه فيه، وانما موتور تستاهل انك تريح، تستاهل انك تشريه وديفولا به، ديفولا به زعما تسافر به تخرج به مع الدراري العشران، يعني دي به مراتك صاحبتك داكشي اللي بغيتي ديه، يعني ما غاديش يحشمك. والاومبان ديالو راه قليل بزاف، هادشي بطبيعه الحال الا حافظتي على هذا الموتور ما تكرفصتيش عليه. يعني باش تكونوا عارفين الدراري. مرايات فيه شو كيديرين، اللهم بارك ما رديتش البال مع الطريق محفره كامله. مرايات فيه ناضيين عجبوني الصراحه، شي حوايج فيها الاخوان ناضيين عجبوني. تم من ناحيه اللي بغيتي التخياط راه مخير كاع. بالنسبه للضوا وما وريتهمش ليك وداكشي الاخوان راكم عارفينو كيفاش دايرين، يعني حنايا قعدنا الاهم اول ان الماكينه فيه ساقله بزايد لابعد درجه، يعني ما كتحسش بها ملي كتم غادا بالموتور، ما كتحسش بها كاع بلا راه فيها صداع ولا فيها تقرقي. سكات سكات الدراري. كي جاتك اخي البياسه ديال كي جاتك بالرجول ها تاكل الهريسه الدراري؟ ما عجبتوش البيكان ديالي في الجهد كاينه في الجهد بريباري عاوتاني. لا في الجاد، الجاد كي جاتك؟ كاين الجاد ولكن الجلسه معذبه. يلا ندخلوا اخاين نتقهواو. والله الا عجبتني بالله. انا الصراحه كون ما كانش زعما الكرسان فيها طويل على حساب البوكس غنعلق اللور، ما والله تناخذها. لا غادي دير البوكس هنا وقت ما تبغي دير ليسانس خصك تحيد البوكسه.
عاوتاني حل لي تسد فهمتيني. يلا اخي ندخل مع الدبره من السلكاني. لا لا ما 45 دقيقه 45 دقيقه مخيره كاع هز الكونتاك ديالك. هاك خوك قطع جوج هنا الله يسخر. شنو بالك نتبادلو دابا لو بغيتي ولا غدا ولا اللي بالك. شكرا بزاف نشوفك على خير والله يعطيك الطريق سلامه. صافي يا شيري يلا سير اللهم يسير اخي يلا شربنا واحد القهوه الاخوان والدري مسكين شد طريقه مشى للقنيطره. تنشكروه بزاف عشيري شكرا لك بزاف كاع الدراري الاخوه اللي كنت نتلاقى ولا شرينا لهم شي حاجه ولا المهم وقفنا معاهم كاملين تيكونوا رجال وحنا راه ما تنقصروش الاخوان مع الدراري. وهذا الشيء اللي كاين الدراري في هذا الفيديو هذا. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ما نكونش طويت الحال طولت عليكم وتكونوا استفدتوا معنا وعشتوا معنا التجربه ديال الصانيه الاخوان. الفيديو الجاي الا عجبكم الاخوان هذا الكونتيني راه غنبقى نكمل فيه الدراري نحط لكم المطر ديال المطر اللي كياخذ الدراري جداد تيستيهم ونشوفوهم كيفاش دايرين في الخدمه. اللي ما ابونيش تابونا شريف هذه القناه راه تقدر تعجبك فيها شي فيديوهات اللي يقدروا يعجبوك ويقدروا وتقدر تستافد منهم. يلا الدراري تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد ونتلاقاو. بيس ليكم.